مواطنون من الفلوجة استنكروا انهيار أجزاء من الجسر الحديد المشيد حديثا، واصفين العمل فيه بأنه لم يكن مضبوطا. نتابع. الإنجاز كله غير الشغل مو مضبوط، هو شوقع أفضل. أنتم متأملين الفتح؟ شلون احنا متأملين الفتح؟ يعني شهر ما طول، متأملين ورا العيد الفتح، بس السادة يزفتون بيه وبقع. هيك لا سيارات علي ولا عوائل علي ولا شيء، يعني ضحايا لو العالم مفتوحة ويمشون علي الناس، منو يكسب خطة هاي الناس؟ برقوة منطقة. لا الحمد لله. جاي نسعين والله ما وقع. كل من واقف هناك وسادين الشارع وما حد يعبر هناك، على شنو هو؟ هو جسر ووقع بعد. هذاك 1930 انفتح ولحد الآن بعده. ما ظلت دبابة ما صعدت عليه، ما ظل قصف ما انضرب. وهذا ما صار يعني سنة من اشتغلوا به ووقع.